ولتسليط الضوء مشاهدينا الكرام على الصراعات حول تشكيل الحكومة، معنا من اسطنبول الكاتب والمحلل والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعوي. أستاذ حسين، بداية مرحبا بك. يعني بداية، الكاظمي على خطى سابقه من الكتل السياسية، يعني بدأت ربما تسحب يدها أو تسحب عن تأييده، ما السبب في ذلك؟ يعني أنا أعتقد أولا أنه هي أس المشكلة المحافظة الطائفية التي انتقلت إلى المحافظة الحزبية ومن ثم المحافظة الشخصية. هذه هي أس المشكلة. لا يمكن أن تكون حكومة في العراق يتفتح عليها هذه الكتل التي تسعى لمصالحها الشخصية والحزبية. كيف لحكومة أن تنجح في بلد متعدد المكونات، متعدد المدى، متعدد الطوائف، وهناك تغول من مكون على مكون آخر؟ ولهذا السبب لا يمكن أن تأتي حكومة كما يصرحون أو كما ينتظرها الشعب العراقي على أن تكون حكومة وطنية قوية تستطيع أن تحفظ العراق سيادة وتحفظ المال العراقي وتحفظ الشعب العراقي. هذا الأمر مستبعد من هذه المكونات أن تأتي من هذه الحكومة. لهذا السبب المشكلة ليست فقط في مصطفى الكاظمي، في السيد الكاظمي، وإنما في الكتل السياسية وفي العملية السياسية التي جاءت بهؤلاء المختلفين المتناقضين، أولا مع الشعب العراقي، ثانيا المتناقضين مع أنفسهم فيما بينهم. طبعا سمة الكتل السياسية كما هو ملاحظ، يعني فقط نفس النهج هو التقاسم والمحاصصة، والذي أثبت فشله منذ 17 سنة. لماذا يستمر هذا النهج؟ يعني ألا يمل شركاء العملية السياسية من استخدام هذا النهج مع أنه نهج فاشل؟ ماذا قدموا للعراق؟ نجد أن العراقيين الآن وهذا البلد هو مدمر، لا بنى تحتية، لا خدمات، انتهاكات لحقوق الإنسان. فقط مشكلة العراق في تقاسم المناصب فقط هي هذه المشكلة؟ لا يا سيدي، أولا أنه إذا كنا البلد متعدد المكونات والمذاهب والطوائف، لا بأس بحكومة تمثل جميع المكونات. لا يمكن أن تمثل أشخاص وأحزاب فقط، حكومة الأحزاب وتمثل الأحزاب، هذه حكومة فاشلة لا تصلح للشعب العراقي. اليوم المشكلة في العراق إما أن تكون محافظة حزبية أو هناك تغول مكون على مكون آخر. اليوم يقولون، يتكلمون عن نهج وطني وحكومة وطنية، وهم لا يقبلون بأن يكون رئيس الوزراء من غير مكونهم مهما كلف الأمر، حتى لو كان مسيحيا. طيب أنت إذا تكون بهذا المستوى لا يحق لك أن تتكلم عن المشاريع الوطنية الذي لا يسمح باستحقاقه السياسي وفق العملية السياسية الموجودة أن يمس من قبل أي جهة كانت. عليه أن أيضا أن لا يحق له الكلام عن الآخرين عندما يطالبون باستحقاقات كما هو له استحقاقات. اليوم المشكلة العراقية معقدة جدا، هذه العملية السياسية لا تصلح للشعب العراقي. المشكلة في الأشخاص القائمين عليها، لأن الأشخاص القائمين عليها وإن تعددت مذاهبهم ومكوناتهم لكنهم أسوأ ما موجود في هذه المكونات وهذه المذاهب. لا بأس في العراق أن تكون حكومة تمثل الشعب العراقي كاملة، متعددة المذاهب والمكونات، وعابرة لهذه المذاهب والمكونات، تمثل الشعب العراقي. ولكن سيد حسين، ألا يعي أساسا أن العراقيين قد وصلوا مع السياسيين إلى نقطة اللاعودة؟ تأكيد اليوم حالة انفصام ما بين الشعب العراقي وما بين القائمين على الحكم في العراق، حالة الانفصام واضحة. تصور عندما تكون حالة الانفصام ما تكون الشيعي، خلونا نكون واضحين، اليوم أغلب المتظاهرين والمنتفضين هم من شباب المكون الشيعي، وإن اشتركوا معهم بعض المكونات الأخرى أو أيدوهم. إذن هذه مشكلة كبيرة، المكون الشيعي هو القائم على الحكم والمشكلة داخل المكون الشيعي وتناقضاتهم قائمة. فكيف سيتفقون مع بقية المكونات ويقبلونهم؟ هؤلاء ناس إقصائيين لا يقبلون بأحد غيرهم. تجاوز إلغاءهم للمكونات الأخرى إلى داخل المكون الشيعي، إلغاء أي قوى وطنية وأي قوى سياسية تؤمن بمشروع الوحدة الوطنية، كل هؤلاء ألغوهم حتى لو كانوا داخل المكون الشيعي. أستاذ حسين، أن هناك طبعا من يقول أن الهدف من هذه الصراعات ويعني هذا أو هذه الخلافات على تقاسم المناصب والوزارات و توزير الشخصيات الحزبية هو لغرض إطالة عمر حكومة عبد المهدي، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ نعم يا سيدي، أنا أدرك أن هناك كثير من الشخصيات تريد بقاء حكومة عبد المهدي نكاية، سواء بحزب الدعوة الذي استحوذ على رئاسة الوزراء منذ 2004 وإلى الآن. هناك مصالح شخصية لبقاء سيد عادل عبد المهدي، لكن سؤال يطرح نفسه عندما يتكلمون على الشخصية المرشحة، هذه نزيهة وهذه كفوة غير كفوة، كيف يحق لعضو برلماني هو وصل إلى البرلمان بالتزوير وهو متهم بالفساد أن يقيم شخصية
ويتهمها اما بعدم الكفاءه او بعدم النزاهه. يا سيدي فاقد الشيء لا يعطيه، هذا البرلمان لا يحق له ان يتكلم عن النزاهه او ان يتكلم عن الكفاءه، لان لا فيهم الكفوء ولا فيهم النزيه الا ما رحم ربي، لان اغلبهم جاءوا بالتزوير، من ياتي بالتزوير لا يحق له ان يتكلم عن النزاهه، عن اي نزاهه تتكلم؟ مراقبون استاذ حسين يعني يرجعون تلك الصراعات لغياب قاسم سليماني، يعني هل فعلا هذا الامر وارد؟ يعني شوف، هو قاسم سليماني ضربة أمنية قوية لإيران، ولكن إيران اليوم هيمنت على القرار العراقي وعلى المشهد العراقي كاملة. اليوم إيران لا تريد دولة داخل العراق، لا تريد من يؤمن بمفهوم الدولة. لاحظ، أغلب الذين لا يؤمنون بمفهوم الدولة من الميليشيات ومن الشخصيات السياسية التي ولاءها مطلق لخارج العراق بالتحديد لإيران، هؤلاء لا يريدون دولة. فبالتالي وهذا هو مطلب إيران، يبقى العراق تابع ذليل إلى إيران ويبقى مفككا وتحكمه ميليشيات وعصابات وناس. أخيرا أستاذ حسين، يعني من المستفيد من وجهة نظرك من بقاء عبد المهدي برئاسة الحكومة واستمرار هذه الخلافات بالطبع؟ نعم، من المستفيد من بقاء الحال كما هو عليه، بقاء حكومة عبد أولا المهدي؟ من الناحية الداخلية هو الفاسدين هؤلاء الذين ملأوا جيوبهم بمال الصحت، وخارجيا هي على رأس إيران وأمريكا، لأن كانت هناك دولة مهمة في الشرق الأوسط اسمها العراق لا تقلها، جاءت أمريكا بالتعاون مع إيران وفككت هذه الدولة، وهم يريدون دولة كانتونات مع يعني أمراء حرب يتصارعون فيما بينهم. النتيجة لهذه جميع هذه الصراعات هي تساوي صفر. لم يكن في عهد النظام السابق لا داعش ولا تطرف ولا قاعدة ولا كل شيء. شكرا لك أستاذ حسين السبعاوي، الباحث السياسي والكاتب العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.